السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من مقارنتنا ما بين الكيا إكسيد والسيتروين سي 4 والبيجو الـ 2008. في الجزء الثاني ده زي ما اتفقنا هنتكلم على الانتيريور الخاص بالثلاث عربيات، ولا نبتدي بالكنبة الخلفية وبعد كده هنطلع منه على الكونسول الأمامي، ومن خلال الكونسول الأمامي هنستعرض عوامل السلامة والأمان في الثلاث عربيات وكذلك الانفوتيمنت سيستم أو نظام الترفيه في الثلاث عربيات وأبرز التجهيزات اللي موجودة في الكونسول الأمامي وأهم الفروق ما بين الثلاث عربيات في هذه التجهيزات. يلا بينا نبتدي بالكنبة الخلفية الخاصة بالإكسيد ومنها للسي 4 ومنها للـ 2008. يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية في الكيا إكسيد، واللي هنبتدي بيها الكلام عن المقصورة الداخلية للركاب في الثلاث عربيات. مبدئيا عندي مسند ايد خلفي وعندي 2 كاب هولدر، الفرش بالكامل بيجي ميكسم بين الجلد والقماش، المساحات بشكل عام لطيفة سواء مساحة الركبة اللي موجودة هنا ظابط الكرسي على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي، عندي مساحة ركبة حوالي 3 صوابع بالإضافة كمان لارتفاع الكرسي مناسب جدا لأسفل القدم، وطبعا كرسي السائق قابل لضبط الارتفاع بتاعه، عندي طبعا أماكن لتثبيت مقاعد الأطفال أو الأيزوفيكس، وعندي كمان أحزمة أمان موجودة هنا مع قابلية طي الكنبة الخلفية 40-60 بالشكل ده علشان تزود مساحة الشنطة، بالإضافة كمان لمستوى عالي من الأرضية بتاعت الشنطة علشان تتساوى مع الجزء الخاص بالكنبة الخلفية زي ما اتفقنا، والأرضية الناتجة عن طي الكنبة الخلفية. طيب عندي كمان تجهيزات موجودة؟ لا مفيش أي تجهيزات موجودة في الجزء الخاص بالكنبة الخلفية، ولا فتحات USB ولا فتحات 12 فولت ولا فتحات تكييف، ولكن الماتيريال المستخدم عبارة عن بلاستيك مع تطعيمات من الجلد في بطن الباب ومسند الكوع، وبقية الباب بيجي من البلاستيك، الماتيريال بتاعته متماسكة وقوية. عندي تطعيمات من البيانو بلاك موجودة حوالين مقبض الباب اللي نفسه بيجي من البلاستيك الفضي او البلاستيك اللي واخد طبقة كروم شوية. طيب نفق الفتيس هنا منخفض مش مرتفع، وبالتالي ممكن الشخص يقعد في منتصف الكنبة بالشكل اللي احنا شايفينه ده بدون اي مشكلة، ومع عنديش زي ما قلت لكم تجهيزات موجوده في الجزء الخاص بالكونسول الوسطي اللي راجع للخلف. ده كده سريع ما يتعلق بالتجهيزات الموجوده في الكنبه الخلفيه للكيا اكسيد. تعالوا بقى نتنقل للسيتروين سي 4 وتحديدا الجزء الخلفي او الكنبه الخلفيه من سيتروين سي 4. يلا بينا. نخش على الكنبة الخلفية لسيتروين سي 4. مبدئيا المساحات اوسع سيكا من الاكسيد، هنلاحظ انه عندي مساحات الركبة اوسع، مساحات الرجل اسفل الكرسي بتاع السائق برضو اوسع، انا ظابط كرسي السائق على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي، ومع ذلك عندي مساحات اظرف شوية من اللي موجودة في الاكسيد، ولكن نفق الفتيس هنا مرتفع اكتر من الاكسيد، فبالتالي الجلوس في المنتصف هيبقى صعب جدا. في كمان اوبشنز موجودة هنا في السي 4 ما كانتش موجودة او مش موجودة في الاكسيد، وهي فتحات التكييف الخلفية اللي موجودة هنا بالاضافة كمان لفتحة USB خلفية. الفرش بيجي ميكس ما بين الجلد والقماش، نفس الفكرة اللي موجودة في الاكسيد، ولكن هنا يعني على تصميم اظرف شوية من اللي موجود في الاكسيد. الماتيريال المستخدم في الابواب بيبقى ميكس ما بين البلاستيك وما بين الجلد موجود في بطن الباب مع مسند الايد او مسند الكوع، ويعني ايه تطعيمه كده صغيره هنا من القماش بتدي منظر شيك شويه، لكن المقابض بتيجي من البلاستيك العادي، وفتحات تخزين صغيره موجوده هنا مع فتحات تخزين موجوده في ظهر باب ظهر كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي. طيب الكرسي طبعا او الكنبه الخلفيه قابله للطي 40-60 زي ما اتفقنا وبالشكل ده عشان تزود مساحه الشنطه، وعندي كمان مسند ايد خلفي موجود هنا، طبعا مش هينفع افتحه معلش عشان يعني هم مغلفينه، لكن في مسند ايد موجود هنا، والمسند الايد ده ليه ايزي اكسس او امكانيه الدخول للكنبه الخلفيه من خلال مسند الايد الخلفي. عندي برده نفس المقابض بتاعت الابواب اللي موجوده هنا في الجنب، ولكن وحده الاضاءه اللي موجوده بدل ما كانت موجوده في النص في الاكسيد هي موجوده هنا في منطقه الخلف خلف الكنبه او فوق الكنبه بالظبط يعني. طيب دي كده الكنبه الخلفيه سريعا للسيتروين سي 4. تعالوا بقى نتنقل للكنبه الخلفيه في البيجو ال 2008. يلا بينا. أخيرا وليس آخرا الكنبة الخلفية في البيجو الـ 2008.
نفس اللي موجوده في السي 4 ونفس اللي موجوده كمان في الاكسيد، هو الفرش الميكس ما بين القماش والجلد. تصميم الكنبه هنا مريح برضو، بيجي 3 دي، بيبقى فيه احتضان الى حد ما للشخص اللي هيركب في المقصوره الخلفيه. طيب عندنا مسند ايد خلفي؟ لا، ما عندناش مسند ايد خلفي، ودي برضو احد الحاجات اللي غابت عن التجهيزات هنا في 2008. بقى السي 4 فيها مسند ايد والاكسيد فيها مسند ايد، لكن هنا مفيش مسند ايد خلفي في البيجو. ولكن الكنبه الخلفيه قابله للطي 40-60 زي ما تعرفنا عليها، واحنا بنتكلم في ظهر الشنطه اللي موجوده هنا. وطبعا عندي اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال مع احزمه الامان الخلفيه. بالنسبه للباب، فالماتيريال المستخدم فيه هو البلاستيك مع تطعيمات من الكربون فايبر ستيكر والبيانو بلاك، بتدي منظر شيك شويه للباب من هنا. لكن البطن بتاع الباب كمان بيجي من البلاستيك، والمسند بتاع الكوع فقط هو اللي بيجي من الجلد، وبالتالي هيكون البيجو او الباب موجود في البيجو بيكون الماتيريال البلاستيك المستخدم فيه هو اكتر ماتيريال مستخدم، اكتر كمان من المستخدم في السيتروين سي 4 والاكسيد. طيب عندنا بقى الاضاءه الخلفيه اللي بتبقى موجوده هنا، بتبقى موجوده شكلها اشيك شويه من اللي موجوده في الاكسيد وفي السي 4. والازاز طبعا الخلفي بيجي فمي مع مساحات برضو، مساحات الارجل سواء مساحات الركبه او مساحات الكرسي بتاع السائق المرتفع عن الارض، مساحات الرجل من تحت برضو مساحه معقوله جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده هنا في التجهيزات في الكونسول الوسطي، فتحتين يو اس بي موجودين ولكن مفيش فتحات تهويه. يبقى احنا كده عندنا في البيجو فتحتين يو اس بي، عندنا في السيتروين سي 4 فتحتين تكييف مع فتحه يو اس بي، وعندنا كمان في الاكسيد مفيش اي تجهيزات نهائيا. طيب ده كده سريعا. نفق الفتيس برضو بالمناسبه مرتفع هنا في البيجو، ولكن الجلوس في المنتصف يعني هيبقى صعب شويه، يعني لحد ما ممكن تحط رجل يمين ورجل شمال لانه عندك السقف كمان مرتفع. يعني يمكن اكثر عربيه السقف بتاعها مرتفع ما بين الثلاث عربيات اللي ركبناهم دلوقتي. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكنبه الخلفيه في البيجو. كده احنا خلصنا الكنبه الخلفيه في الثلاث عربيات. طبعا نطلع قدام الكونسول الامامي ونبتدي هنا بالبيجو، ونتعرف على عوامل السلامه والامان والانفوتيمنت سيستم في الثلاث عربيات بدايه من البيجو زي ما اتفقنا. يلا بينا. الكونسول الامامي في بيجو 2008، واقدر اقول لكم بكل بساطه هو يعتبر افضل انتيرير ما بين العربيتين اللي بنقارن بيهم السي 4 والاكسيد. البيجو 2008 هو افضل تصميم على صعيد التصميم وعلى صعيد التجهيزات كمان، يعني تقريبا في تجهيزات كثيره مشتركه ما بينهم هم الثلاثه، ولكن ترتيب التجهيزات في الطابلو من قدام ملفت جدا للنظر. لكن بشكل عام يعني ابرز اختلاف موجود ما بين الثلاث عربيات موجود في السيفتي باكج. هنا في العربيه في 2008 عندنا 4 اير باجز، 2 امامي و2 جانبي موجودين في الكراسي، فكده عندنا 4 اير باجز. اما بالنسبه لانظمه الفرامل فهي واحده موجوده في الفئات بتاعه البيجو 2008 كلها، وموجوده كمان في السي 4 وموجوده في الاكسيد اللي هو الاي بي اس والاي اس بي والتراكشن كنترول ونظام دعم الفرامل في حاله الطوارئ وفرامل الايد الكهربائيه، موجوده في السي 4 وموجوده في 2008، مش موجوده في الاكسيد، بالاضافه كمان لسنسور الركن الخلفيه والكاميرا الخلفيه. فانظمه السلامه والامان في الثلاث عربيات مفيش فيها اي كلام الحقيقه، لانها مميزه جدا. لكن زي ما قلت لكم هتختلف في عدد الاير باجز مثلا وفرامل الايد الكهربائيه اللي تبقى موجوده في السيتروين سي 4 وموجوده في 2008، مش موجوده في الاكسيد. طيب باقي التجهيزات بقى تختلف فيما يتعلق مثلا بشاشه العدادات، شاشه الترفيه اللي موجوده، فتحات اليو اس بي، فتحه ال 12 فولت، ترتيب بقى شويه ترتيبات ومتعلقه كمان بالجزء الخاص بالكونسول الوسطي اللي موجود هنا، تطعيمات بقى البيانو بلاك اللي موجوده مع الازرار. يعني ايه دي كلها بترجع لتفضيلات الشخصيه لكل واحد فينا، الترتيب بتاع الحاجه بيبقى عامل ازاي هو ده اللي بيفرق. ولكن خليني مثلا اقول لكم على حاجه مميزه جدا هنا في البيجو ال 2008 وهو شاشه العدادات. شاشه العدادات تعتبر هي الافضل ما بين الثلاث عربيات اللي بنقارن ما بينهم. ليه افضل؟ لان هي بتيجي 3 دي، وفي نفس الوقت شكلها وترتيبها مع الابعاد بتاعتها مقارنه برؤيه السائق بتبقى ابعاد مريحه جدا الحقيقه، وتصميمها كمان مختلف ومميز، وعندنا الفراغات اللي موجوده هنا بتدي شكل لطيف. فالصراحه يعني تصميم العداد او شاشه العدادات هو تصميم مميز جدا واكتر حاجه بتميزها. كذلك شاشه الانفوتيمنت سيستم اللي تيجي 8 انش هنا بتبقى واخده كيرف كده، فبتديك احساس ان هي بتبص عليك، ودي حاجه مميزه جدا. من خلالها بقدر اتحكم في التكييف بتاع العربيه، التكييف بتاع العربيه بيجي اوتوماتيك وبيجي دول زون، ودي برده حاجات من ضمن الحاجات المشتركه ما بين الثلاث عربيات مفيش فيها اختلاف. مجموعه الازرار
زرار الشورت كات الموجوده هنا بتاخد شكل مميز، وكذلك عندنا فتحات التخزين اللي موجوده هنا، في فتحه تخزين اضافيه بتبقى من البيانو بلاك وليها يعني جزء غطا كده بيغطيها، وعندنا كمان وحده تخزين صغيره موجوده هنا فيها فتحه 12 فولت. وحده التخزين العلويه دي موجود فيه فوقها او جنبها على اليمين وعلى الشمال فتحتين يو اس بي اماميتين. عصايه نقل الحركه والمحيط بتاعها بالاضافه للكونسول الوسطي كله بيجي من البيانو بلاك. هنا عندنا فرامل الايد الكهربائيه المشتركه مع السي 4 زي ما قلنا، وعندنا كمان زرار الدرايف مود اللي عندنا اكتر من مود للقياده، وعندنا كمان الجزء الخاص بالكروس كنترول، زرار الاكتيفيت والدي اكتيفيت للكروس كنترول اللي ممكن بعد كده لما اعمل له اكتيفيت اتحكم بقى في الاعدادات بتاعته او السيتنج بتاعه من خلال دراع موجود هنا تحت الدراع الموجود بتاع نائل بتاع الفرامل. طيب عندنا كمان عجله القياده بتيجي مالتي فانكشن، ده برده مشترك في الثلاث عربيات مفيش فيه اي اختلاف. زرار الستارت ستوب انجن، عجله القياده تلسكوبيك قابله للضبط في اربع اتجاهات فوق وتحت وقدام وورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وطبعا يعني زي ما قلنا مالتي فانكشن بشكل لطيف، والتصميم بتاعها كمان تصميم لطيف جدا. طيب شاشه الانفوتيمنت سيستم زي ما قلت لكم ممكن من خلالها اتحكم في التكييف، ممكن كمان من خلالها اتحكم في كتير من الوظائف الخاصه بالعربيه، وممكن كمان اوصلها بالتليفون من خلال البلوتوث او من الابل كار بلاي او الاندرويد اوتو على حسب احتياجي. الماتيريال المستخدم في الطابلو من قدام بيبقى سوفت ماتيريال بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وفي عندنا جزء كده تجويف بياخد الكربون فايبر ستيكر وبيلحم كمان مع الابواب الاماميه بالشكل ده. الباب الامامي بيجي من بلاستيك، وكذلك الباب بتاع الراكب الامامي بيجي من بلاستيك. كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الاثنين قابلين للضبط سواء الارتفاع بتاعهم او الضبط في اكتر من اتجاه، ولكن بشكل يدوي بالكامل سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي. ودي برضو من ضمن الحاجات المشتركه ما بين الثلاث عربيات، ان كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي الضبط بتاعهم بيكون يدوي. طيب ده كده سريع ما يتعلق بالكونسول الامامي. مسند الايد بيجي من الجلد قابل للاطاله مع مساحه تخزين سفليه وعميقه كمان جوه منه، مع الجلوبس بوكس اللي موجود هنا مساحه التخزين فيه برضو مش وحشه بتبقى عميقه لجوه. ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي وعوامل السلامه والامان في ال 2008. تعالوا نتنقل للسي 4 ونتعرف عليها عن قرب، ونتعرف كمان على ابرز الاختلافات الموجوده فيها. يلا بينا نخش على الفرنساوي. ومن اهم الحاجات اللطيفه في الموضوع ان الدنيا بدات تليل، فالكهرب هتبان بقى في العربيه. طيب مبدئيا عايزين نتكلم على نقاط الاختلاف اللي موجوده هنا في ستروين السي 4. مبدئيا عندنا هيد اب ديسبلاي مش موجوده في العربيتين ولا في الاكسيد ولا في البيجول، لو ده هيفرق معاك. عندنا كمان سخانات موجوده في الكراسي الاماميه سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي، ده برضو احد الاوبشنز الموجوده في ستروين سي 4 مش موجوده في الاكسيد ولا في البيجو ال 2008. شويه الاوبشنز الباقيه بقى موجوده زي فتحات اليو اس بي، فتحه 12 فولت، زرار ستارت ستوب انجن، درايف مود. عندنا كمان من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي هنتكلم عنها لما نتكلم في الجزء الثالث المتعلق بمنظومه الحركه هو نقل الحركه اللي موجود هنا اللي هو شيفت باي واير، شفناه قبل كده في السكودا الاوكتافيا، وموجود هنا كمان في السترين السي 4. وعندنا كمان هنا اثنين كاب هولدر مع كفر ممكن نغطيهم، وفرامل الايد الكهربائيه. هنلاحظ انه بشكل عام الاوبشنز واحده تقريبا مفيش فيها اي اختلاف زي ما قلت لكم، باستثناء نقطه الهيد اب ديسبلاي الموجوده هنا، مع موضوع بقى ان انت عندك مثلا شويه حاجات لطيفه لمسات جماليه، منها مثلا الهولدر الموجود هنا للتاب، ده هولدر موجود ممكن اشيله خالص لو انا مش محتاجه بالشكل ده، اشيله خالص واعمله كده اهو والغيه تماما، او ان انا لو محتاجه بروح جاي الكفر ده بيجي مع العربيه بيركب تحت اي ظرف، اي حاجه محتاجها تاب شاشه موبايل اي حاجه بيركب في ظهرها، وبعد كده بيتثبت بطريقه معينه هنا كده بالشكل ده وبيتثبت في العربيه وكده يبقى تمام، بتحتاجه بقى بعد كده او تشيله لو انت مش محتاجه. طيب في عندنا برضو من ضمن الاوبشنز الزياده اللي موجوده هنا في الفئه في الستروين بدايه من الفئه الاولى هو الشيفت بادلز الموجوده هنا خلف عجله القياده، دي مش موجوده برضو في الاكسيد ولا موجوده في البيجو ال 2008. يبقى احنا كده عندنا مجموعه اختلافات بسيطه وظريفه موجوده في الستروين السي 4، اولها طبعا الهيد اب ديسبلاي تاني، وبعدين كده عندنا الشيفت بادلز الموجوده هنا، وعندنا كمان الموضوع التابلت او الهولدر بتاع التابلت، بالاضافه كمان لترابيزه اماميه موجوده هنا ممكن كمان احتاجها لو انا يعني باكل او بشرب او اي حاجه، وممكن الغيها خالص، بالاضافه للجزء الخاص بالجلوفز بوكس، وكمان عندي سخانات الكراسي الاماميه. الكراسي الاماميه طبعا قابله للضبط يدويا مفيش اي حاجه كهربائيه في الثلاث عربيات مفيش فيها اي اختلاف. طيب الشاشه اللي موجوده هنا 10 انش، ولكن
تصميمها هما يعني ايه حاولوا يعملوا حركه ظريفه في العربيه، فيعني انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه يعني باظت منهم الحقيقه. هو التصميم واخد يعني شكل مختلف ومميز، بس للاسف مضيع ال10 انش بتوع الشاشه، جايه بالطول مش بالعرض، وده يعني في بعض الاحيان مبقاش ظريف. مفيش فيها اوبشنز كتيره الشاشه، يعني التعامل معاها سهل لانه مفيش فيها اوبشنز زي ما قلت لكم كتيره. من خلالها بقدر اتحكم في التكييف، والتكييف برده ممكن اتحكم فيه من خلال الازرار الموجوده هنا بشكل اساسي، ده التكييف، وهنا ممكن اتحكم في التكييف برده، ومفيش فيها برده لعب كتير. وكذلك شاشه الاعدادات الرئيسيه اللي موجوده هنا، اللي برده من ضمن الحاجات اللي حاولوا يصمموها بشكل مختلف فبظت منهم الحقيقه. شاشه الاعدادات هنا بتيجي ديجيتال، ولكن صغيره جدا مقارنه بحجم العربيه، وفي نفس الوقت مش حاسسها احسن حاجه ولا في الريزوليوشن ولا حتى في الاوبشنز اللي بتقدمه. يعني في الثيم مثلا ما بتقدمش معلومات كافيه وكامله عن الاداء بتاع العربيه او المعلومات الحيويه الخاصه بيها. طبعا العجله القياده بتيجي مالتي فانكشن، على يمينك بيجي التحكم في الانفوتينمنت سيستم، وعلى شمالك الكروس كنترول، وهنا وحده او جزء كده بيجي هي تري سبوكس. طبعا السبوك الموجود هنا بيبقى بيانو بلاك وبيبقى عريض، شكله مختلف تماما ومميز الحقيقه، يعني ما اقدرش اقول عليه غير مميز. فتحتين يو اس بي موجودين هنا مع فتحه 12 فولت، مع مساحه تخزين علويه ومساحه تخزين سفليه، ومفيش فيه اي اوبشنز ثانيه، مع مكان تخزين هنا، والجزء الكونسول الوسطي ده كله بيجي من البيانو بلاك. مسند الايد ما بيبقاش بيبقى قابل للاطاله عفوا، وما بيبقاش فيه اي اوبشنز داخليه، يعني مفيش فيه مثلا مساحات فتحه يو اس بي او اي حاجه، لا هو مساحه تخزين صغيره موجوده تحت منه وخلاص على كده. طيب الجزء الخاص بالمرايه الخلفيه اللي هنا بيبقى اوتو دامينج او قابله للتعتيم ذاتيا، ودي برضو احد الاوبشنز المشتركه ما بينها وما بين البيجو 2008، اما في الاكسيد بتكون مانوال، هنتعرف عليها دلوقتي. ده كده سريع ما يتعلق بالطابلو في الستروين سي 4 وابرز الاختلافات اللي بتميز السي 4 عن الاكسيد وعن ال 2008. تعالوا بقى نتنقل للاكسيد ونتعرف عليها، يلا بينا. اكسيد ركبنا في الكونسول الامامي ده قبل كده اكتر من مره، فيعني ايه مش هنقول حاجات مختلفه، ولكن هنقول اللي بيميز الكيا اكسيد في الكونسول الامامي عن السي 4 وال2008، وايه اللي ينقصها مقارنه بالسي 4 وال2008. مبدئيا بيميزها حاجه لطيفه جدا، وهو الوايرلس تشارجر الموجود هنا. لو هيفرق معاك فده موجود في الاكسيد مش موجود في ال2008 ولا في السي 4. طيب بيميزها كمان ومن وجهه نظري الشخصيه الماتيريال المستخدم في الطابلو من قدام، سوفت ماتيريال بشكل كامل مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي والبيانو بلاك، بتبقى الماتيريال بتاعتها متماسكه وشكلها اشيك واظرف من اللي موجوده في السي 4 ومن اللي موجوده في ال2008، ولكن ال2008 تكسب في الشكل بشكل عام، يعني تطعيمات الكربون كربون فايبر ستيكر مع تقسيمه والتوزيع وتصميم الطابلو الامامي. طبعا بيجو 2008 شكلها افضل لانه الاكسيد هنا تحس ان هي يعني تسعيناتي شويه في التصميم بتاعها. السي 4 بصراحه يعني ما حبيتهاش بصراحه، التصميم بتاعها الامامي او الطابلو الامامي مش احسن حاجه بالنسبه لي. طيب الماتيريال زي ما قلت لكم المستخدم هنا عباره عن سوفت ماتيريال مع تطعيمات من البيانو بلاك والبلاستيك الرصاصي. عجله القياده بتيجي من الجلد، بتيجي مالتي فانكشن كروس كنترول، وعلى شمالك وحده التحكم في الانفوتمنت سيستم. شاشه الاعدادات بتيجي ديجيتال، وهي اول شاشه اعدادات ديجيتال بتطرح من كيا في اي عربيه من عربياتها في السوق المصري، موجوده هنا في النسخه الثانيه او في الفئه الثانيه من اكسيد. طيب عندي فتحتين يو اس بي مع 12 فولت، فتحه 12 فولت. التكييف بيجي دول زون وبيجي اوتوماتيك زي ما موجود في السي 4 وزي ما موجود في ال 2008، مفيش فيه اختلاف. من ضمن الحاجات اللطيفه شاشه الانفوتينمنت سيستم الموجوده هنا، اندرويد اوتو ابل كار بلاي وبلوتوث، ومن ضمن الحاجات اللطيفه فيها ان هي 10 انش واضحين مفيش فيهم اي هدر زي ما شفنا في السي 4 وزي ما شفنا كمان في ال 2008. هما 10 انش واضحين مفيش فيهم اي لعب او يعني ايه كيرفات او اي حاجه واخده من مساحه الشاشه. طبعا ده تفضيلي الشخصي، بيختلف من شخص لاخر، ممكن انت تشوف شكل الشاشه في السي 4 افضل او في 2008 افضل، ده شيء يرجع لك مفيش فيه اي اختلاف. طيب الشاشه او الانفوتيمنت سيستم هنا سهل التعامل معاه، مفيش فيه اي تعقيدات ومفيش فيه اي حاجه تتوهك. طيب شاشه العدادات شاشه صحيح ديجيتال ولكن تقليديه، يعني على يمينك الار بي ام، على شمالك عداد السرعه، في النص في عندك المؤشرات الحيويه الخاصه بالعربيه وبس، مفيش اي لعب في الثيم او اي لعب في الاضاءه او فيما يتعلق بالالوان بتاعه شاشه العدادات. ولكن عندك درايف مود واحد
موجود هنا اللي هو السبورت، ودي من ضمن الحاجات اللي غابت عن العربيه انه عندنا درايف مود واحد بس، ما عندناش كمان اوبشنز زي مثلا الشيفت بادل او نواقل الحركه الموجوده خلف مقود القياده، ده برده مش موجود في العربيه هنا. المرايه ديت المرايه الخلفيه بتبقى التعتيم بتاعها تعتيم يدوي مش تعتيم ذاتي، فرامل الايد بتبقى فرامل الايد يدويه مش فرامل ايد كهربائيه، برده من ضمن الحاجات اللي غابت عن العربيه في تجهيزاتها. ده كده سريعا ما يتعلق بالاكسيد. طبعا زر ستوب انجن موجود في الثلاث عربيات مفيش فيه اي اختلاف. الكراسي الاماميه بتيجي ميكس ما بين الجلد والقماش في الفرش بتاعها برده زي ما موجوده في 2008 والسي 4، وبرده الضبط بتاعها بيكون يدوي في الفئتين بتاعه العربيه سواء في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه من اكسيد. ده كده سريعا ما يتعلق بالانتيرير بتاع العربيات الثلاثه. احنا كده خلصنا الجزء الثاني من الريفيو بتاعنا، اتكلمنا فيه عن الكنبه الخلفيه والكونسول الامامي بتجهيزاته في ال2008 وفي السي 4 ودلوقتي كمان في الاكسيد. بكده نكون خلصنا الجزء الثاني ان شاء الله.